Arabic subtleties. Welcome back to another episode of Arabic subtlety. ما الفرق بين الحجة 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 بمعنى السنة والجمع الحجاج يعني الحجة الحجة بمعنى year it refers to a year السنة الحجة بمعنى اسم امرأة من الحج يعني a lady that just came back from Hajj الحجة الحجة, الحجة. الحجة بمعنى الدليل والبرهان الحجة بمعنى الدليل proof والبرهان an evidence proof and evidence الدليل والبرهان هذا الفرق بين الحجة 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 see you on the next one sir.